أنا سأجيب اليوم بالمحتوى الحواري اللي نحكي فيه عن المعتقلات السوريات. اليوم عم نشتغل على منتدى لنناقش في ملف المعتقلات السوريات والناجيات من الاعتقال على المستوى الوطني والمحلي. رح نطلع بسلسلة منتديات نحكي فيها عن ملف المعتقلات ونخصص بالمستوى الوطني والمحلي لنطلع بتوصيات معينة من قبل القادات المجتمعية الموجودة بالمجتمع ونصبها بمؤتمر مساحة لأجل التعاون بالتشارك مع نساء سوريات معارضات. الجهاد على القطر الندى النسائي، الحلم على المستوى السوري، سوريا موحدة وخالية من كل المشاكل، الشخصي أن يعيش الجميع بخير وسلام. قلبك كبير، هلا وسهلا. أنت مثلا ضغوطات نفسية اجتماعية نظرة المجتمع فبتحس حالها دائما بدنا من غيرها، يعني ليش دعينا لحضور مؤتمر لمناقشة العنف ضد المرأة وحكينا فيه عن انواع العنف اللي بتعرض له المراه، والصراحه انه بين معنا انه زاد العنف اللي بتعرض له المراه بعد قيام الثوره السوريه نتيجه التهجير والقصف والاعتقال الزوج او الاخ، وناقشنا بتوصيات ان شاء الله راح تكون بذري لحل معالجه بعض المشاكل ان شاء الله.